بسم الله. منظر آخر في الطريق ما بين تمسمان وامزورن، انتم كتشوفوا وكأننا في الطائرة، كيفاش كيبان هذاك السد عبد الكريم الخطابي الذي يظهر في السافل، هو السد عبد الكريم الخطابي. منحدر قوي، هابطين غير بالسيارة ولكن كظهر كأننا في الطائرة. انظروا إلى كيفاش كيبان السفل تحت. ان شاء الله.